وكان آخرها إضراب 40 يوما. ونتيجة لذلك تم اجتماع ما بين الكتل البرلمانية واتحاد العاملين، وبناء عليه علقت الفعاليات مقابل أن تقوم الكتل البرلمانية والوزارة بدراسة مطالب العاملين في الجامعات والكليات الحكومية. منذ ذلك الوقت شكلت لجنة وزارية، ولم تقم هذه اللجنة الوزارية بدراسة أوضاع العاملين دراسة جدية، ولم تقدم أي توصيات، ولم تجتمع باتحاد العاملين. بناء على ذلك اجتمع أعضاء الاتحاد اليوم من كلية الخضوري والعروب والأمة ورام الله وجامعة خضوري في هذا الاجتماع، حيث بحثوا مطالب العاملين في الجامعات والكليات الحكومية. وبناء عليه فقد اتفقوا على التالي: أولا، المطالبة بتطبيق الكاد الموحد مع الإبقاء على نظام التقاعد وفق الصيغة التي طرحت من الوزارة في لقاء 22/10، ووفق ما طرح أثناء الاجتماع من الكتل البرلمانية، حيث تم الاتصال بالدكتور داود الزعتري، وكذلك تم الاتصال بالدكتور نعيم أبو الحمص. ثانيا، الإعلان عن فعاليات احتجاجية منها الإضراب من يوم الأحد القادم حتى يوم الخميس، ويكون هذا حتى الساعة 12:00، بعدها يغادر العاملون الكليات والجامعات. ثالثا، الاعتصام أمام مجلس الوزراء في الأسبوعين القادمين، وعليه نطالب وزارة التربية والتعليم ونطالب المسؤولين بحل هذه القضية حلا جذريا، إضافة إلى القضايا الأخرى العالقة. كما نطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه القضية ووضع حد لهذا الأمر، حتى لا تتفاقم المشكلة، وحتى تسير المسيرة التعليمية بهدوء ويسر، ولا يضيع على الطالب أي مواد في خلال الفصل القادم.